مرحبا يا جماعة وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. شو عم تعملوا؟ عم نصور مسلسل. كلياتكم مشتركين فيه؟ طبعا طبعا. لو سمحت بدنا شوية صمت. استعداد؟ جاهزين. عاد وانا كمان جاهز. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. كواليس. كواليس. مع تحيات مازن لطفي ومحمد غزاوي. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. نحن ما زلنا بشهر رمضان المبارك. بحييكم من هون من ضيعة كتير حلوة اسمها عذير، وهذه الضيعة قريبة جدا من مدينة تلكلخ التي تتبع مدينة محافظة حمص. بهذا المكان بليكوشن مسلسل مربى العز بسرني أنا أني التقي بالصديق الأستاذ حكمة داود، مصمم أزياء وملابس الأعمال التلفزيونية، وأنتم تقرؤون دائما اسمه في شارات الأعمال، وأيضا أحيانا يساهم في بعض الأدوار كممثل. تحياتي. أهلا وسهلا. يا أهلا أستاذ. شو بتقول للناس بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ إن شاء الله شهر مبارك عليكم وتتحقق في أمانيكم، وإن شاء الله تنبسطوا ويكون شهر خير وبركة عليكم جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ حكمت. كواليس هو عم يسلط الضوء على ما يدور خلف الكاميرا، يعني مدير التصوير، مساعد المخرج، السكريبت، مصمم الملابس. إذا بدنا نحكي باختصاصك، كيف حضرتك بتصمم الثياب لشخصيات العمل؟ هو حقيقة نحن صحيح الكواليس خلف الكاميرا، نحن بقى قبل خلف الكاميرا، يعني قبل ما نوقف خلف الكاميرا بشهر تقريبا بشهرين بنكون عم نشتغل، بنكون عم نشتغل ونحضر المسلسلات. يعني منبلش أول شيء بقراءة النص، منشوف نفرغ هذا النص، نشوف الشخصيات تبعه، نشوف شو هي الحالات الدرامية لكل الشخصيات، نشوف زمن النص، البيئة، الزمن، إمتى الأحداث يعني. تماما. نعم. فبعد ما نعرف هيك منصير كل إنسان، كل مصمم أزياء حسب خبرته طبعا بيصير بيصمم أزياءه، بيحضر، بيخيط، بيتعاون مع الخياطين بالأسواق، بنقي الأقمشة ومنصمم لكل شخصية على حدة. نعم. هلأ هذا العمل عم يحكي عن فترة تاريخية، بيئة خلينا نقول شعبية قديمة، بعتقد من 90 سنة شامية. يعني تقريبا 1900 وقديش تقريبا 1910 1910 يعني تقريبا 110 سنين تقريبا خلينا نقول. هل الأحداث برأيك واقعية بما أنه أنت قريت النص بهذا العمل، ولا الأحداث متخيلة؟ هلا حقيقة هي حتوتة، يعني إيه؟ يعني هي حكاية. كل المسلسلات حكايات وحتوتات بقالب درامي، يعني ممكن يعني يتقبل المبالغة شوي فيه ويتقبل الشطحات هيك شوي بالخيال. نعم. أحياناً إيه. فهو بس عمل ينتمي إلى يعني البيئة الشامية بالعموم حصريا يعني. نعم. حصريا. أستاذ حكمت، بهذا العمل كم شخصية تقريبا، يعني كم شخصية صممت؟ تقريبا هو هذا العمل تقريبا شيء 215-217 شخصية فيه. في عدد منيح، في عدد كبير يعني. نعم. ضخم من هاي، ما عدا طبعا الكومبارس اللي أدوار ثانوية. أدوار ثانوية وكومبارس هذول بيكونوا كمان لهم يعني دور مهم ورئيسي. أنا بالنسبة لي كأزياء، لأنه نعم. أنه الزي بيبين على الشخص، فلا يهم إذا كان ممثل أو كومبارس يعني، فهو يعني يأخذ نفس طبعاً القيمة والحالة طبعاً والجهد مني، حتى ما يختلف، حتى ما يختلف، ما بصير نلبس الكومبارس كيف ما كان. طبعا لازم يكون أنت تتعامل مع الكومبارس أيضا كأنك عم تتعامل مع ممثل وأخذ أدوار رئيسية. نعم. قبل ما تصمم لهذا العمل اطلعت على شيء وثائق عن هذيك الفترة اللي هي 1910 لحتى قدرت توصل لمرحلة التصميم؟ هلأ في الحقيقة
كل الأعمال الدرامية يعني يتطلب منك معرفة مو بس بالتاريخ، لك معرفة بالجغرافيا، بالبيئة، بالطقس، المناطق اللي بتصور فيها، يعني المناطق اللي بتناولها النص. تصميم الأزياء هي مهنة كتير صعبة على فكرة. أكيد. أنت بدك تكون على دراية كاملة، عندك ثقافة جامعة يعني فيما يتعلق ب حتى بعادات الشعوب، حتى بكيف بيلبسوا، كيف بيتغطوا، كيف يعني هي طبيعة حياتهم الاجتماعية، البيئة. فأنت إذا ما كنت عارفان هي وما عندك خلفية ثقافية حول هاي الموضوع التاريخية، فأتوقع ما حتقدر تصمم الأزياء بشكل صحي يعني. صحيح. لحد الآن سؤالي قبل الأخير، لحد الآن حافظ كم عمل صرت مصمم أزياء له؟ والله ما بعرف بالضبط يعني، بس مو أقل من 40 عمل في عندي هيك. كم سنة صار لك بهالمهنة؟ يعني 22 24 سنة هيك. تقريبا ربع قرن تقريبا. طبعا هدول مسلسلات اللي هي غير البرامج وأفلام ومسرحيات، ويعني في الكثير الكثير من أعمال اشتغلتها يعني، بس الأعمال يعني اللي المهمة اللي لاقت ضوء نشحت هيك في اجتماعيا يعني وبنظر الجمهور، كنت أنا يعني أحد شركاء يعني فيهم، كان لي شرف يعني. في شي عمل عملت له أزياء وكان في غلط بالتصميم، أو أنت ندمت على أنك أنت عملت أزياء لهالعمل؟ لا أبدا ما في، كله كان ناجح ومستقى من بيئته الحقيقية يعني. تماما هو هيك كان، لأنه أنا بكتير من الحرص أنا بتعامل مع الأزياء. الأزياء أنا اخترت مهنة واستمريت فيها لأني حبيتها، فأنا كتير بتعامل معها بحرص شديد يعني، على كل تفصيلة، على كل مرحلة تاريخية معينة أنا يعني بهتم فيها، وما بخلي انه يصير تغيرات يعني تؤدي الى يعني خلخله في مشروع. نعم زي نعم. يعني اكيد انت درست تصميم الازياء بايام الشباب ولا عن خبره؟ انا عن خبره، ودرست مثل ما بتقول بشكل شخصي يعني، يعني انا اهتميت بشكل شخصي، درست حتى يعني. انا هلا مكتبتي بالبيت يعني، اعتقد انا الوحيد اللي عندي مكتبه تتعلق بالازياء. كل أزياء العالم أنا بجمع كتب من أوروبا، من العالم العربي، وين ما رحت حدا يعني، إذا حدا يعني بوصي حدا على شيء جاي من برا بوصي على تطلع عليه على على كتاب يعني. أزياء العالم، أزياء العالم الإسباني التاريخي، كل أزياء العالم المصري مثلا، السوري، برافو. كل أزياء العالم أنا مهتم فيها وعامل يعني مكتبة خاصة فيني أنا، نماذج من هذه نماذج الأعمال، من هاي الأعمال وهاي الأزياء، وحتى بالأفلام، وحتى يعني حتى مكتبة بصرية عندي. وهذا الصح، وهذا الصح. أنت وقت تهتم بشغلك بدك تتعب، أكيد بدك تحط مجهود يعني مادي ومعنوي مثل ما بيقولوا، لحتى أنت تقدر تعمل يعني المنبع طبعا صح، وتعمل الشيء الصح. كل الشكر للأستاذ الصديق حكمت داود. أستاذ محمد، فيك تحط الشارة اللي بصبحت؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كواليس، كواليس مع تحيات مازن لطفي ومحمد غزاوي.